إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن لكل وقت عبادة، وعبادة هذا الوقت أن نتذكر ونعتبر وأن نفعل ما أمرنا به. هذا هو منتصف شعبان، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ذلك شهر يغفل عنه الناس، ترفع فيه الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وجاءت الأحاديث أن الأعمال ترفع في منتصف شعبان، والأعمال تدون على مراحل. ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، يجتمعون عند صلاة العصر وعند صلاة الفجر، هؤلاء يكتبون الأعمال على نصف يوم. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله يطلع لعباده يوم الاثنين والخميس، فيغفر لمن لا يشرك به شيئا إلا لمن كانت بينه وبين أخيه شحناء، وهذه كتابة نصف أسبوعية. أما كتابة العام فترفع في شعبان كما قال النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، إنها فرص للمغفرة وأبواب مفتحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. ما اجتنبت الكبائر، فإن الكبائر تحتاج إلى استغفار وتوبة ورد للحقوق. هذا هو نصف شعبان. جاء في الحديث أن الله يطلع إلى خلقه فيغفر لهم إلا لمن كان يشرك أو بينه وبين أخيه شحناء. إنها فرص تتلوها فرص، والخاسر من ضيع نفسه.
وجاء أيضا قول الله جل وعلا: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. انظر إلى تلك الآية وما فيها. الرب الرحيم يدري ما بعبده الكليم صلى الله عليه وسلم الذي يناجيه. كان من دعائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لك سجد وجهي وخشع مخي وعصبي. اللهم صل على محمد وعلى آله. ولكن رسول الله ما طلبها، تجول في نفسه وتتردد في صدره ووجهه يتقلب في السماء ينتظر أمرا من الله ما أفصح عنه. اللهم صل على محمد وعلى آله. قال الله جل وعلا: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وقال ربنا جل وعلا: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته علي، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ورجله التي يمشي عليها ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه. سألها النبي في نفسه صلى الله عليه وسلم، فأعطيها قبل أن ينطق لسانه. اللهم صل على محمد وعلى آله. رسول الله يشتاق إلى الكعبة، إلى بيت أبيه إسماعيل وإبراهيم. أمره الله أن يتجه إلى بيت المقدس في صلاته صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء مكملا لما سبقه من أديان. فكان في مكة يجعل الكعبة بينه وبين الشام. اللهم صل على محمد وعلى آله. يقف إلى الجنوب من الكعبة فتكون بين يديه، ويستقبل بيت المقدس فيصلي صلى الله عليه وسلم. أما وقد ذهب إلى المدينة فصارت الكعبة من خلف ظهره صلى الله عليه وسلم، وهو يشتاق إليها، وجهه يتقلب في السماء. وما طلبها صلى الله عليه وسلم، ولكن الله يدري ما في نفسه. قال الله جل وعلا: أنا مع عبدي إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. خلقتنا مسلمين، لا رب ولا إله لنا غيرك يا ربنا، تدري ما في النفوس وإن لم تنطق بها، وتجازي على ما فيها. إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. وأي شيء أعظم من أن يذكر الرب جل وعلا عبده كما ذكر العبد ربه. إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي.
كان النبي يريدها، إذن لماذا وجه لغيرها؟ لأنه أتى متمما لما سبقه من أديان، ومعلما أن القدس والأقصى أرض إسلامية، مقدسات لا يفرط فيها إلا خائن، والخائن يخرج من ملة المسلمين، فقد خان الله وخان رسوله، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم، وزعم أنه مسلم لا يفرط فيها إلا خائن، أسري بالنبي من مكة صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، فماذا كان؟ كان باختصار شديد سور في داخله هدم وردم. لماذا؟ لأن يهود حينما أرادوا أن يقتلوا المسيح عليه السلام ذهبوا إلى الموضع الذي دفن فيه من دفن، فجعلوه قمامة يلقون عليه قمامتهم، وظل ذلك الموضع مزبلة إلى أن دخلت أم ملك الروم ديانة النصارى في نحو عام 330، فجمعت الكبار من جاوزوا 100 ليرشدوها على الأحداث التي حدثت عند الصلب وبعده، فكشفت عن تلك الأماكن وبنت كنيسة فسموها كنيسة القمامة، لأن المكان كان مزبلة يهود. ولما دخلت الدولة إلى المسيحية ذهبوا لمعبد يهود كان مهدوما فجعلوه مزبلة، هدم حينما غزا البابليون القدس ودمر، وصار مزبلة وردما، أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إليه وهو على تلك الحالة. يأتي شاب فيقول من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، يا عبد الله المسجد كل موضع سجود يسمى مسجد. قال ربنا جل وعلا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب النساء: صلاة إحداكن في دارها خير من صلاتها في مسجدي، وصلاتها في بيتها خير من صلاتها في دارها، وصلاتها في حجرتها خير من صلاتها في بيتها. فصل. كانت البيوت كبيوت الكبار، عائلة، وكل فرد يأخذ غرفة أو غرفتين يعيش فيهما، ويجعلون في البيت مسجدا لأهل البيت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعى عند أصحابه ليصلي لهم في مصلاهم في بيوتهم، فيذهب لبني فلان فيصلي صلى الله عليه وسلم، ويصلون بصلاته تبركا به صلى الله عليه وسلم. يبنون مسجدا داخل دوارهم أو دارهم الكبير فيصلون فيه، صلاتها في بيتها أي في غرفها أعظم من صلاتها في دارها، وفي غرفتها
أعظم من بيتها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لما أتى عمر بن عبد العزيز في نحو عام 90 بنى مساجد في تلك المواضع، هذا مسجد بني سليم صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مسجد كذا وكذا. المسجد موضع السجود، الموضع الذي سجد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسجد الأقصى، كل ما داخل السور فهو مسجد. أتى عمر فبنى بناء عند الفتح في عام 17، ومن بعده أتى عبد الملك بن مروان فبنى بناء أكبر لا يزال قائما تحت الأرض. ثم توالت الأيام حتى بنيت مواضع كثيرة، وبقيت ميادين وأشجار وحدائق، كل ما داخل السور فهو المسجد الأقصى الذي ذكره الله جل وعلا في كتابه، وهو موضع القبلة الأولى، والحفاظ عليه واجب، ونصرة من يدافع عنه واجب. لماذا صلى النبي في المدينة عاما ونصف متجها إليه؟ لماذا رحل النبي في ليلة إسرائه إليه؟ لأن يهود يتجهون إلى هذا البيت فهو قبلتهم أينما كانوا، أما النصارى فيتجهون إلى الشرق. قال الله جل وعلا: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. العبرة أن تفعل الخيرات، ولكن الله دعا لاستباقها، أن تكون سابقا للخير. يحل الخير أينما ذهبت، وكأن الخير يأتي معك وبين يديك وخلف قدميك. اللهم اجعلنا من هؤلاء. ومن يبخل فإنما يبخل على نفسه. فاستبقوا الخيرات. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، آية في كتاب الله توضح مكانة الحبيب عند ربه. اللهم صل على محمد وعلى آله. أن يعود لقبلة أبيه وبيته إرضاء له صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلنولينك قبلة ترضاها، فول وجهك شطر المسجد الحرام، وأينما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. متى يسقط استقبال القبلة؟ يسقط إذا كان العبد مسافرا. صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على رحله، فكان يتجه إلى الكعبة في بداية الصلاة، ثم تتوجه الإبل إلى حيث تكون القافلة، هذا في صلاة النفل. فإذا عجز العبد عن استقبال القبلة في صلاة الفريضة وسقطت عنه، كأن كان في طائرة أو في قطار أو ما شابه، توجه في بداية صلاته إلى القبلة، ثم لا عليه ما يكون بعدها. أما غير ذلك فلا يسقط استقبالها. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
بل إننا نوجه موتانا إليها بحيث إذا قام كانت القبلة تلقاء وجهه. اللهم إنا نسألك الثبات على الأمر والعزيمة على الرشد. اغفر لأهل القبور، ارحم موتانا، وارحمنا من ضيق القبر، وثبتنا عند السؤال. فولوا وجوهكم شطرة، انظر إليها، إكرام هي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع النعمة يكون الابتلاء. مع كل نعمة يكون الابتلاء، إذا فقدت ابتلي العبد بفقدها، فوجب عليه أن يصبر، وإذا وجدت وجب عليه أن يشكرها لتدوم، فإن أنكرها زالت، لئن شكرتم لأزيدنكم، ولئن كفرتم كيف نكفر بستر النعمة. الكفر والكفران هو تغطية الشيء، والكافر لأنه يستر الحق، فإذا سترها وأنكرها فقد كفرها، وإذا كفر النعمة زالت. زالت، أتت النعمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بالتوجه إلى الكعبة. هنا يأتي المنافقون والكفار، أصحاب الألسنة الطويلة والكلمات المعسولة، لسان لا يبارى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أخشى ما أخشاه على أمتي منافق عليم اللسان، رجل في قلبه نفاق. اللهم طهر قلوبنا من الشقاق والنفاق، ولسانه يحسن الكلام وهو عالم، يزين الباطل في صورة حق. ألم يقل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الفتن: دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم ألقوه فيها. قالوا: صفهم لنا، جلهم لنا يا رسول الله. قال: هم من جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا. أتى هؤلاء لزلزلة المؤمنين، مات قوم بعد بدر، ومات قوم قبلها. أول من مات من الأصحاب هو عم كلثوم بن الهدي الذي ابتنى مسجد قباء. هؤلاء ماتوا قبل تحويل القبلة. فأتى المنافقون: من ماتوا على القبلة الأولى ما مصير صلاتهم؟ فأنزل الله جل وعلا: وما كان الله ليضيع إيمانكم. سمى ربنا جل وعلا الصلاة إيمانا. جميع أعمال العبد من الإيمان. قال النبي العدنان صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. الصلاة من الإيمان. الله جل وعلا لا يضيع أعمال العبد أبدا، لأن إضاعة عمل العبد نوع من الظلم، وحاشا ربنا الرحمن أن يظلم.
فإنه لا يظلم مثقال ذرة ويجازي على أقل منها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. مثقال ذرة من كبر. وقال ربنا: وحصل ما في الصدور. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن تحويل القبلة كان اختبارا وابتلاء للمؤمنين. وانظر إليهم حينما أتى الخبر لأهل قباء بتحويل القبلة فداروا في صلاتهم بإمامهم، وظل المسجد فيه قبلتان إلى اليوم، إحداهما إلى الشمال والأخرى إلى الجنوب. ولكن العبرة بطاعة هؤلاء لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن طاعته واجبة لا نقاش فيها، تخضع لها القلوب قبل العقول. وحذرنا الله جل وعلا من مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. مخالفة أمر النبي هلاك صلى الله عليه وسلم. لا أن نبحث، أن نستشير، أن نفكر ما فيه خير أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال: ما من امرئ مسلم إلا أوقف الله من خذله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع يحب فيه نصرته: كما رأيته يخذل فخذلته ستقف الموقف الذي تتمنى أن تنصر فيه فلا تنصر. هؤلاء إخواننا تكالب العالم عليهم، أجاعوهم، مدوا إليهم يد معونة بما تستطيعون، فوالله إنها أدنى ما يفعل. فتحت الأبواب وهي كثيرة. هذا شيخ الأزهر يجمع في بيت الزكاة، وهذه مؤسسات عديدة. لا تقولن ما أفعل، جد بالقليل فإن القليل إلى القليل كثير. ماذا نقول لربنا إذا وقفنا بين يديه: دعونا لهم واكتفينا؟ يقول أحدهم: لن يصل شيء. علمتم ما صنع أصحاب السبت وما صنع القوم الذين وعظوا من اعتدوا في السبت؟ قالوا معذرة إلى ربهم ولعلهم يتقون. يا رب، ما في الوسع أكثر من ذلك، فما نفعل؟ أما أن يبقى العبد ساكنا صامتا لا يفعل شيئا فهذا مما يحاسب عليه. أما القلب إن كان فيه غير غضب وحزن وهم وكر،
فهو قلب منافق، اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق والنفاق. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، أنت قيوم السماوات والأرض، لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، ما قدمنا منها وما أخرنا، ما أسررنا منها وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن رضاك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، أعنا كي نعينهم، انصرنا كي ننصرهم، فينتصرون على عدوك وعدونا. لا تجعلنا ممن خذلهم فخذلته. اللهم ثبت الأرض تحت أقدامهم، وسدد رميهم، وأدر دائرة السوء على عدونا وعدوهم. اللهم كن لضعفائهم، اشف مرضاهم، داوي جرحاهم، افتح لهم من أبوابك يا ذا الخزائن التي لا تنفد ما يغنيهم عن شرار خلقك يا ربنا. اللهم إنك قلت وقولك الحق، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كلا مسألته، ما نقص من ملكي شيئا. أفض عليهم يا كريم بجود كرمك، أجبرهم بفيض جبرك، ابطش بعدوهم يا ذا القوة الشديد، سدد رميهم يا أرحم الراحمين، أخذل من خذلهم ولا تجعلنا منهم. اللهم طهر قلوبنا من الشقاق والنفاق ورديء الأخلاق. اللهم اسقنا من يد نبينا شربة لا نظمأ بعدها أبدا، ألحقنا به غير خزايا ولا ندامى ولا مفتونين. اللهم فك كرب المكروبين، وأحسن خلاص المأسورين من المظلومين، وهيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك يا ربنا. دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. اللهم اهد أبناءنا، وارحم آباءنا وأمهاتنا، وكل من كان له فضل علينا. اغفر لنا وارحمنا وأحسن خاتمتنا أجمعين. والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.